خلال ملتقى رافدين للحوار الذي عقد في بغداد قبل 3 أيام. أثار تصريح للسفير الإيراني في بغداد إيرج مجدي استياء وعدم ثقة العراقيين بحكومتهم. التصريح يتعلق بمنح العراق حقوق وامتيازات لقتلى إيرانيين سقطوا خلال محاربة داعش في البلاد، وهذه الحقوق تعادل ما يحصل عليه الشهيد العراقي. تصريح وموقف إيراني أثار جدلا في الأوساط السياسية والشعبية العراقية وسط مطالبات بمنع هدر أموال العراق من دون أي غطاء قانوني. مجدي أصر في حديثه بأن ما أسماهم الشهداء الإيرانيين مسجلون رسميا ضمن قانون مؤسسة الشهداء العراقية، وهذه الأخيرة معنية بمتابعة ملف ضحايا العنف والإرهاب. وبما أن المؤسسة معنية بملف الشهيد العراقي، أكدت أن من سمتهم بالشهداء الإيرانيين يتمتعون بحقوق وامتيازات يتمتع بها الشهيد العراقي. ونيوز اطلعت على قانون مؤسسة الشهداء وتتبعت مواده كتفسير من القانونيين، وتوصلت لخلاصة تقول أن قانون مؤسسة الشهداء يشمل العراقيين وغير العراقيين من المقيمين في العراق. وهنا نطرح سؤال: من هم قيادات الحرس الثوري ومن هم عناصره الذين يسكنون العراق؟ إذا كانوا يسكنون العراق فما هو عددهم؟ وأيضا ما هي الأطر القانونية لمنحهم هذه الامتيازات؟ وإذا كانوا لا، فمنحهم الأموال والامتيازات هو خرق فاضح للقانون أمام أنظار الحكومة. يقول مصدر مطلع لوان نيوز أن عدد الإيرانيين الذين قضوا خلال الحرب ضد تنظيم داعش يبلغ 170 إيرانيا، وجميعهم مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء. وليس هذا فحسب، بل هناك قتلى لبنانيين أيضا إلى جانب الإيرانيين وهم مسجلون أيضا، لكن نقلت جثامينهم ولم يتم منحهم أي حقوق ولم يتقدم ذوهم بأي طلبات لشمولهم بقانون الشهداء. لكن من المحتمل دراسة هذه القضية بشكل قانوني.